للحديث أكثر حول طبعا التطورات العالمية ينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد، شكرا على وجودك. لنبدأ بهذا الملف المتعلق بروسيا وأوكرانيا والعقوبات التي ما زالت تدرس يعني من قبل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الواردات الروسية. النفط ما زال عم يحتسب ربما هذه التوترات، لكن برأيك هل يمكن أن يفضي هذا الاجتماع اليوم لأي عقوبات جديدة تطال القطاع النفط الروسي؟ يعني نحن ننظر إلى هذه البيانات التي تصدر أو إلى الوضع الذي يخيم على الأسواق النفط بأن هناك مزيد من الضغوط التي قد تكون بالاتجاه الانخفاض على أسعار النفط. هذا لا يمنع من اتساع نطاق التداولات بعض الشيء، ولكن أن يكون هناك ضغط أكثر بالاتجاه الهابط نحو مستويات أدنى على النفط الخام الأمريكي، فهو هناك مجموعة من العوامل التي تدعم ذلك حقيقة. أولا أنه في عندي استخدام للاحتياطيات الاستراتيجية بشكل واضح من قبل يعني عندنا الاقتصادات العظمى حول العالم، وكذلك الأمر في عندنا يعني ضعف في الطلب تدريجيا. أول شيء في عندي عفوا الصوت سامعينك رائد، عم تسمعنا بوضوح؟ اللي اجى تصدق الصوت تماما ميسا، يعني نحن كنا عم نتحدث انه في عندي استخدام استراتيجيات النفط بشكل واضح، كذلك الامر في عندي ضعف في الطلب، هذا ضعف الطلب اللي نحن عم نشوفه من الصين ومن بعض الدول الاخرى نتيجه اولا تسرب في الانتاج او خروج من يعني المعادله بعض النفوط التي يتم بيعها في اسواق سوداء، وبشكل واضح نعرف بهذا الامر. وفي نفس الوقت في عندنا تراجع في الطلب او عدم عوده الطلب الى ما كان عليه قبل الجائحة، هذا سبب يسبب مزيد من الضغوط، وأيضا يعني بعض التوجهات نحو أداء الدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ذلك ضغط على أسعار النفط بالفترة الماضية مؤخرا بعض الشيء، ولكن هي مؤهلة للمزيد من الارتفاعات مع تصاعد توترات الأزمة الجيوسياسية الأوكرانية الروسية، وكذلك الأمر يعني بزوغ بعض التوترات الجديدة قضية الصين وتايوان وما إلى ذلك، ذلك يؤجج من الطلب على النفط ويؤجج من المخاوف من تراجع المعروض أو الإمدادات، وهذا ما يسبب عودة في الارتفاعات إجمالا. المتوقع أنه يتسع النطاق وأن لا يكون هناك اتجاه، ممكن تبدأ تقلبات النفط ما بين 95 وتصل إلى 105 دولار للبرميل. نعم، الأسواق ما زالت أيضا عم تترقب يمكن أهم البيانات المتعلقة بمستويات التضخم رائد، بعد ما شهدناها بالولايات المتحدة الأمريكية وصلت لأعلى مستوياتها بأربعين عام. اليوم بعد قرار الفيدرالي برأيك يعني ورفع أسعار الفائدة وحديثه سابقا عن عدة مرات من رفع أسعار الفائدة، كيف نتوقع أن تأتي هذه البيانات؟ وهل خطوة رفع أسعار الفائدة اللي شهدناها بالمرة الأخيرة يعني ستكون قادرة على تخفيض مستويات التضخم للبيانات التي ستصدر لاحقا؟ يعني أعتقد العملية يجب أن تكون في الاستمرارية والتواصل بتشديد السياسة النقدية. التضخم بلا شك دق نواقيس الخطر جميعها في الآونة الأخيرة حول العالم وليس فقط في الاقتصاد الأمريكي. نحن نتحدث عن مستويات مبالغة بالارتفاع بالنسبة لمستويات التضخم وإمكانية أن يصيب مزيد من الارتفاعات، وربما قد يدنو أكثر من مستويات يعني أعلى تضغط على يعني على الفيدرالي وتضغط على الاقتصاد الأمريكي وعلى النمو الأمريكي بأن يكون هناك رفعات بأسعار الفائدة بنصف نقطة حتى نهاية تعاملات هذا العام، ورفع لأسعار الفائدة فوق مستويات 3% خلال تعاملات هذا العام. وهنا أعتقد سوف يقوض هذا الرفع السريع في أسعار الفائدة من النمو الاقتصادي المتحقق، يعني بمعنى آخر كل اللي حققوه من نمو خلال الثلاث سنوات أو الأربع سنوات القادمة والماضية والتي تمكنوا فيها من استعادة الزخم من بعد جائحة كورونا، وأنا أشير إلى نمو سابق لجائحة كورونا، سوف يتم تآكله سريعا لأنه راح يكون في عندي ضغط على المشروعات التجارية، صعوبة بالاستدانة، ارتفاع في تكاليف القروض طبعا وبالتالي صعوبة في الاستدانة بشكل كبير جدا. أيضا نلاحظ أن السياسة التسهيلية يعني عاشت فيها الاقتصاد الأمريكي خلال 10 سنوات الماضية فترة طويلة، بالتالي صار في هناك نوع من
اعتمادية إن صح التعبير، ولا ننسى أيضا الميزانية الضخمة التي يعني السندات التي قام بشرائها الفيدرال الأمريكي وتضخم هذه الجانب الديون منها، هذا يؤثر كثيرا على أنه في عنده أصول وهي سندات ولكن قيمتها متضخمة بشكل كبير جدا، يجب أن يتم التصرف فيها بالسوق، بالتالي هذا أيضا يؤثر على الاقتصاد. بالتالي كيف ما تحدثنا عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، نرى بأن الفيدرالي تأخر برفع أسعار الفائدة، وبالتالي يجب أن يعوض ذلك برفع أسعار الفائدة حتى 3% خلال تعاملات هذا العام. طيب، وهل سنرى يمكن تحرك استباقي من البنوك المركزية الأخرى؟ يعني إحنا خلال هذا الأسبوع يمكن عنا عدة اجتماعات لبنوك مركزية، منها البنك المركزي الأوروبي، الكندي، النيوزيلندي رائد، هل رح يكون في حركة استباقية يمكن من قبل البنوك وأسرع يمكن تحرك مما شاهدنا من الفيدرالي؟ جميع الاقتصادات ستعاني من التضخم المرتفع، نتحدث عن نيوزيلندا 5.9%، كندا 5.7%، نحن عم نتحدث عن مستويات تضخم تدفع إلى تشديدات في السياسة النقدية، حتى الاقتصاد الأوروبي بدأ التضخم يخرج عن السيطرة نسبيا ويجب أن يتم يعني رفع أسعار الفائدة، كما تم الحديث عن إيقاف برنامج شراء الأصول وتم إيقاف برنامج شراء الأصول الاضطراري أو الطارئ الذي تم اتباعه وهو APP اللي تم اتباعه خلال الجائحة الماضية. توجه واضح وصريح من قبل كل البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية، ولكن تتفاوت إمكانية التشديد ورفعات أسعار الفائدة. على سبيل المثال بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي ممكن أن يضيف الربع إلى نصف نقطة خلال اجتماعه الحالي، بينما كذلك الأمر الاقتصاد الكندي ممكن أن يضيف 50 نقطة وتصبح أسعار الفائدة عند 1%، وتعتبر نسبيا مرتفعة بالنسبة للاقتصاد الكندي الذي لم يتعافى بشكل كامل من الجائحة ولم يتعافى بعد كاقتصاد إن صح التعبير، يعني لا يزال بعيد عن رفع أسعار الفائدة بشكل مضطرد أو سريع، ولكن ما يدعم تعافي الاقتصاد الكندي حقيقة هو ارتفاعات أسعار النفط، ونحن نعلم تماما أنها لا تؤثر على المدى الطويل وإنما يعني هي تأثيرها مؤقت على ميزانيات الاقتصاد الكندي، بالتالي ارتفاع أسعار النفط ممكن أن يساعدهم حاليا، ولكن عملية التقييم القادمة ممكن أن تضر إجمالا، لأنه ما عم بيساعد حقيقة هذا الارتفاع في أسعار النفط بشكل كبير في تحقيق النمو، لا يزال نموهم ضعيف نسبيا 1.3 و1.6%، يعتبر مرتفع ولكن ضعيف بالنسبة للاقتصاد الكندي الذي يحتاج المزيد. الاقتصاد الأوروبي ممكن أن يكون في يعني رفعة واحدة لأسعار الفائدة خلال تعاملات هذا العام، ولكن اليورو مرشح لمزيد من التراجعات، يعني نحن عم نشوفه حاليا عند 1.09، وانا اتوقع انه ممكن يعني مع اقترابنا من منتصف الربع هذا انه نوصل ل 0.8 الى 0.75 تقريبا، هذه متوقع جدا ان نصل اليها بالنسبه لليورو مقابل الدولار الامريكي ونتيجه التوجه نحو الدولار الامريكي كملاذ امن في الاونه الحاليه. نشكرك رائد القدر كبير الاستراتيجي الاسواق في ايكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.